بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة إن شاء الله أنا هجيب لكم حصري تنظيف السمكة العملاقة، سمكة المحلات العملاقة. بصوا هنشوفها إن شاء الله من وهي قايمة في الميزان وهي بتتنضف كمان وهي بتتظبط وبتقطع. السمكة دي كام كيلو يا حاج؟ 5 كيلو. طيب ان شاء الله ما شاء الله. اسمها ايه بقى؟ محلات حر. محلات حر، ماشي. نشوف بقى ان شاء الله نظبطها ازاي. ماشي يا جماعه، ادينا اهوت هنشوف ان شاء الله السمكه ديت ان شاء الله هتتظبط ازاي من اول للاخر. بسم الله. استعداد عشان تشوف كده ابراهيم. اسمع كلام ابراهيم، ده شغل ده ابراهيم. عادي ايه كده؟ ايه بيقشرها اهي، بتشيل الجلد. ايه هي دي؟ ان شاء الله تاخد منك قد ايه وقت في تنظيفها؟ ساعة. 5 دقايق. 5 دقايق؟ طب ما شاء الله. تنظيفه تعطيه؟ لا تنظيف بس. الموتور هيشتغل يا ابن الحرام. بصوا يا جماعة ما شاء الله السمكة عملاقة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. فنان ابو السمرة، هتطلع صوتنا في التلفزيون. هتصيدنا. مفيش واحدة تيجي تصورنا انا كمان. انت كده عندك ان هي تصوريني. اجيب لك صوت بتاعي انا تفوري. ان شاء الله. هات هات هات. لما يصوروا بياخدوا شاي مشكلة. بشرب الشيشة. ومال خليك على الفطار. هطلع على النتك يا سلام. عيسى. سرح. ما شاء الله. بصوا يا جماعه ما شاء الله مشفيها ومفيش اي حاجه طالعه في الجلد ولا حاجه. بسم الله ما شاء الله. بصراحه فعلا زي ما بيقول كده هو ايديك اتلفت حرير ما شاء الله. ما شاء الله فعلا زي ما بيقول ايديك التاني بالذهب ما شاء الله. ده من بره يعني. هنشوف تظبيطها ان شاء الله ايه خطوه خطوه. ايه هي؟ ما شاء الله. بعد كده البلد يا جدعان، احنا فاضيين يا جدعان. عندنا سمك. يا بوريا. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. جميله جدا اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله. حالك بقى ما شاء الله. شايفين الحجم يا جماعه ما شاء الله. ايوه كابوريا. عايزين
حبيبي اقف ولا ايه؟ لا النت شغال، اقف استنى شويه عليه. النت شغال ارفعها بقى على ما شاء الله ما شاء الله. ارفع ابو سمر ما شاء الله جميله جدا اهيت ما شاء الله. بصي ما شاء الله انت جيلي ولا العيله تجيلي ولا السرعيله تجيلي ولا بربعه جيلي بس عتك يا باشا جنيه وبطاطا وفول وفول ولا الرنجة. انا مصورة حلقة عن الرنجة. بصوا يا جماعة اهي فنبدأ بقى ايه نحطها ونقسمها. هي بس لسه احنا ما نزلناش. يا جماعة ايه بصراحة بس ما شاء الله عم سمير بصراحة ما شاء الله يعني استهدف واضح. بصوا الخلي ما شاء الله والتنظيف تقطيع قلت التلاتين يا بتاعت العب التاني ما شاء الله واجب تقطيع عمر السردين بتاعك اهو. وايه يعني ديت تصفي بقى قد ايه بقى بيطلع منها هلك قد ايه؟ تلتها اهو والله تلتها تلت والتلتين لحم ما شاء الله والله العظيم. وتعمل ايه بقى ازاي تعمل يعني؟ تتقلى وتتعمل طاجن وتتعمل كل حاجه. لو عايزه تعملها شوربه بيضه شوربه صياديه كل حاجه تتعمل. والسمكه دي بتيجي منين اصلا؟ من البحر الابيض هنا. من عندنا هنا يعني من اسكندريه من البحر الابيض ما شاء الله. هو ليس يا باشا هو يعني ايه ويتشوى؟ كنت قبل كده قلت لي يتشوى بالزيت. يتشوى بالزيت على الجريل. على الجريل بصراحه ما شاء الله. بصوا بصوا وقت بسيط ما شاء الله. طبخه ازاي وجلدها طالع نجيف جدا. القشر بتاعها طالع نجيف ما فيهوش لحم ولا حاجه. بصوا الخلي تمام 100% ما شاء الله. وتقطيع وتظبيط وتقسيم ما شاء الله. بصراحة الله ينور البيت جميلة جدا بصراحة. تقطيع ممتاز. تجيلي يلا ورق عنب يلا بنات العنب يا علي. تلاتة كيلو ورق عنب يا ابويا. تلاتة كيلو ورق عنب يا ابويا. تلاتة كيلو ورق عنب يا ابويا. يلا كركيري يلا علي. يلا كركيري يلا علي. بعد كده كركيري يلا. ورق عنب بنات ورق عنب بنات. ورق ياس كركيري يلا علي. ثلاثة جيت مع بطاركة
حاجه يتعمل. يعني تحبي تعملي فيه اي حاجه اعمليه. ما شاء الله. شوى كمان على الفحم وعلى الجريل ويتقلى. تبلت اللحمه يعني نفس البهارات بتاعه اللحمه واي حاجه، وعلى الجريل يتشوى نقطه زيت وعلى الجريل. ان شاء الله ان شاء الله كده خلاص. هي خلصت ايه تشكيلتها؟ خلاص كده خلاص كده كده بقى ايه ماخدتش وقت خالص. واهم حاجه الخلي والتنظيف ما شاء الله، يعني ما طلعش اي هالك ولا حاجه. لا لا ما فيش ان شاء الله. بس ايه ده ما سميرش. ايه بصوا السمكه في وقت بسيط جدا. بصوا بقى اتنين سمكه. بصوا بقت ما شاء الله في اليوم جاي ما شاء الله. شكرا شكرا يا شيخ.